مش بس كلام. هذه الأم اللي ربي سبحانه وتعالى أوصانا بها، الأب أوصى به المولى سبحانه وتعالى، بالله عليك تعلي في صوتك علي من؟ وليت راجل علي من؟ أرجلي علي أمك وبوك، هذه راه ما قالش بها ربي. أسمع، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما. شوف، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. إياك أن تنازع المولى عز وجل، الله هو العظيم، الله هو القوي، هو الكبير، هو الغني. تتكبر على من؟ تتعالى على من؟ على والديك، والديك اللي ربوك وعلموك وكبروك. انت كان عمرك أيام، انت كنت في بطنها لا شيء، كنت نطفة لا تساوي شيء، لا شيء، وفجأة سبحان الله أصبحت بعد أشهر في بطنها يعني جنين، وبعدها أصبحت طفل في هذه البطن، بطن الأم. لو أنها بتطيح لما كانت حامل بيك يا أيها المستمع الكريم، أيها المشاهد، أيها المحب، كن محبا. لو أنها بتطيح أول حاجة بديرها بدير هيك، بخاف على بطنها سبحان الله، باش تحامي عليك، باش تدافع عليك، تحرم نفسها، باش توكلك وتشربك. كبرت وليت ما شاء الله يعني راجل، تتعالى وتعلي في صوتك علي والديك سبحان الله. تحشم بوك، بوك ما كانش يتحشم باش يمشي يطلب يدور في عمل، باش يقول وين والله ندور في عمل، باش عندي صغيرة نبيهم ياكلوا، ما باش يشحت أو أنه يمشي يخنب لا سمح الله. لا، قال خلني نخدم بعرق جبيني ومشي قاعد يدور في عمل وما تحشم من حد. قال باش نحصل لولدي حليب يشرب حليب، باش نحصل ولادي فريدات خبزة، باش ناخذ له أدوات المدرسة. نمي يعني حقيقة والدك ما كانش يستحي من عمل، العمل عبادة، العمل في طاعة الله ومحبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم سهرت الليالي من أجلك، يا ما حولت لك من حفاضات، ويا ما حولت لك من شمالات من تحتك باهي، وتسهر وانت للفجر تنوضها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما كبرنا تعالينا على والدينا، اول شيء الصوت اللي تعلي فيه نزله نزله خشمك نزله لوطا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. كالطير، ولا تشبه الشيء بالشيء، الطير ينخفض من اعلى الى اسفل، ينزل تواضع يا أخي سبحان الله، من تواضع لله رفعه سبحان الله. ما تتأففش على والديك، حتى لو أن أمه قلتت فيك، لو أنها قالت لك كلمة مش كويسة أو سباتك لا سمح الله، أو لا سمح الله قد تخطئ الأم يا أخي سبحان الله، معليش أبلعها. والله أحد الصالحين ربي جزيه خير يعني سبحان الله، يقول ويعاود أمك تقول لها حاضر وبس، حاضر وبس. والله هذا الحقيقة يعني من الواقع، من الواقع. هناك حقيقة من رأى رؤيا لأحد الصالحين، والرؤيا من الله والحلم من الشيطان لعنه الله. الحقيقة الشاب كان في خدمة الأم، أمه اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسافرا، كان حقيقة ارتبط بأسرة وارتبط بسفر وأوراق ومش عارف إيه. فحقيقة قعدت في حيرة، بيرجع للبلد اللي هو فيها لأن عنده دراسة وعنده مشاريع أخرى، أم أنه يكون مع قعد بين نارين. فيشوف أحد الصحين، يشوف الشيخ عبد القادر الجهني في المنام، يقول له جاي معاه الشبشب بتاع أمه، يقول له أنت وخوتك كونوا خدامين لنعل أمكم، لنعل أمكم، شوف بالله عليكم لنعل أمك. قال له انت بلغه بس، هذه الرؤية انتهت الرؤية على هنا خلاص. قرر ان يكون مع والدته بطريقة وبأخرى مستحيل نسيبها. امي قال هذه على عيني وراسي، لان جاءته يعني جاءته زي ما تقولوا رسالة، او جاءته يعني اوامر من احد المشايخ، امك خدامين لنعلها مش امكم، نعل امكم. سبحان الله لما رجع للبلد اللي مقيم فيه قال تتيسر جميع الامور، تتيسر أمور دراستي وتتيسر أمور مشاريعي، كل الأمور تيسرت. وعد فان مش بس كلام.